وانا خليني اقول لك هنا، ويعني انت قلت ان الانجاب حريه كامله يعني صحيح، بس خلي بالك ان ما كنتش تنظم الحريه دي ممكن الحريه دي تسبب كارثه للبلد للدوله دي. فمعنى الحريه باطلاقها انا يعني مش متفق معاك فيها. حريه مطلقه في عمليه الانجاب لناس يعني قد لا تكون يعني مدركه بحجم وحجم التحدي. طب ما هو في النهايه المجتمع كله والدوله المصريه بتدفع الثمن. على كل حال، في لما الاتراك عملوا لما السنين عملوا الكلام ده من 68، جم في 2017 واطلقوا مره ثانيه اكتر من طفل. ده امتى عملوا كده؟ بعد ما حققوا النجاح وظبطوا النمو السكاني، ويمكن السنه اللي فاتت اول مره في تاريخ الصين الحديث يحصل تراجع في عدد السكان في الصين، تراجع في يعني في النمو، لا يرجع عدد السكان اقل مما. طيب ده اتحقق بايه؟ اتحقق على مدى كام سنه؟ في نفس المده تقريبا اللي احنا اطلقنا فيها المشروع، هم اطلقوا بعدين، يمكن هم بعدين بشويه، لكن هم قدروا ينفذوا البرنامج، واحنا محتاجين نقدر ننفذ البرنامج. هو وعي بس؟ لا، لان ممكن ابقى عارف المشكله لكن ما باخدش الخطوات اللازمه. مش انا مش بتكلم عليا انا كدوله، انا بتكلم على المواطن اللي بيسمعني. ممكن قوي يبقى هو عارف ان العدد كبير ويتصور ان هو طب ما جاتش عليا، يعني ما جاتش على الاسره دي انها تجيب اكتر من 3-4 افراد. ما عندوش الاراده دي، لان هو مش شايف تاثيرها على اسرته الصغيره وعلى اسرته الكبيره على 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 مستوى الدوله. مش عايز اطيل عليكم، المشكله دي في بلدنا مصر من المشاكل الكبيره واللي كانت سبب كبير من اسباب التحديات اللي احنا قابلناها على الاقل في 2011. هو الناس خرجت ليه في 2011؟ خرجت حاسة إن الدولة لا تستطيع أن تقدم لهم المطلوب، لكن ما حدش كان واخد باله إن الدولة ما قدرتش تقدم لهم المطلوب، مش عشان هي مش قادرة، آسف، مش عايزة تديهم أو أي حاجة تانية، لا، ده هي قدرات الدولة لا تستطيع أن تلبي لهم ذلك. بدليل النهاردة أنت اتكلمت على أن خطتنا خلال السبع ثمان سنين اللي فاتت تكلفت في البنية الأساسية 10 تريليون جنيه. كتير مننا بيعتقد أن المبلغ ده ما كانش ممكن أبداً، ما كانش مفروض ينفق على البنية الأساسية اللي فضلت متوقفة أو معدلات نموها لا تستوعب النمو السكاني. والناس عاشت على كده سنين طويلة وهي مش عارفة أن اللي احنا فيه ده وضع غير طبيعي، وضع الدولة غير طبيعي. على كل حال نرجع تاني وقول ان في 2011 تحركت الناس عشان التوصيف اللي اتقال لهم في ان الدولة دي مش قادرة تعمل لكم ومش قادرة تقدم لكم، كان ناتج على ان هم متصورين ان بالتغيير ده، وانا بقولها تاني وكل مرة لمواطنينا هنا، التغيير في مصر هيتحقق بان احنا كلنا كمواطنين وحكومة وقيادة تعمل سويا بفهم ووعي من أجل تنظيم قدرة الدولة دي على عدد سكانها. لكن مش أبدا بأن أنا أقول إيه، طب زي ما حصل كده في 2011 طب نعمل ثورة ويترتب عليها أن الدولة اللي هي بتئن أساسا تخسر 400 مليار دولار عشان فهي في أحوج ما يكون لكل دولار فيهم. الله، إحنا بنتكلم في النمو السكاني هنا وانت بتتكلمني في حاجه تانية؟ لا لا لا، ده الاثنين في ارتباط بينهم تماما، لان لو ما كانش العدد الكبير ده موجود خلال الفتره ديت ما كانتش الناس حست ان ما فيش صحه كويسه، ما فيش تعليم كويس، ما فيش تشغيل كويس، ما فيش دوله مش قادره تقدم الرعايه الحقيقيه لمواطنيها. لو كان نمونا السكاني متنظم، وعشان كده بقول لك يا خالد انا مش متفق معاك قوي في موضوع الحريه المطلقه في عمليه المواطن. لا يا جماعه،